شنو الوجه نداء؟ انت هو السحق، انت جيت اليوم لهذا البرنامج تسلي همومك، عندك هم وتحقق رؤوف. ايش يسحق؟ حاب نشوف يما ولاي معودة حياتها، نشوفها ربي هني هذا ما كان عندها. واش نحوس؟ وباباك واش تقول له؟ الأب، الأب ربي يهديها يهديها إن شاء الله. هذا ما كان إلا غبات الأم لازم يبان الأب. هتقول لك هو في تال بيرسون هذا الإنسان هو باباك. أمين. هتجي إن شاء الله باك. إذا ما تجي إذا ما تجي علاش لان؟ هاي طلع أنا من والله هاوليك أنا هذه يسوي عليك ربما. ولعلمك أن البرنامج يبث بالخميس ويبقى مدة أسبوع، ونفس البرنامج يعني البرقصة تبقى الدور يعني ما تتوقفش. مانيش عارف اذا ذكرنا الاسم ديالها ممكن يكون فيها اشكال يعني. لا 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 استاذ، لا داعي لذكر الاسم تاع الام، الله غالب لاننا ما نحبوش نادو ناس. كي قلت 10 في فيغي سماتيك باينات. نعم. كي تقول كي قلت 10 في فيغي 96 باينات، تكون وحده اللي تكون جابت ولد فيها ما في 96 10 في فيغي. كنشوف الحصه. مهما السنوات هذه اللي مروا 26 28 سنه يكون عندها احساس. هي عايشه. لا عايش الهم هذا المشكل. لا لما تشوفه يكون عندها الاحساس باللي هذا وليدها. اذا شفت الحصه وتشوفه يعود عندها الاحساس باللي وليدها. هذه من طبيعه الام. وممكن راهي قاعده تحوس على البرامج من هذا النوع، راهي تزافي بالك في يوم من الايام يجي وليدي يبحث عليا، لان حتى الاسم اسمه عبد الرؤوف. نعم. ها رؤوف هذا ليك الفضاء، هاي الكاميرا، واش حبيت تقول؟ قول احنا واش حبيت نشوفك ولا عاود تحياتك ولا كي كونتاكتي جدو حسن نشوفك وربي يهنيك في حياتك. هاو الرقم موجود، هاو الرقم اللي هاو الرقم موجود قدامك، تتصل بنا بالبرنامج. وممكن بالك لظروف المنافع تبعت لنا رساله قصيره، ولو كان تشوفها وتروح يعني نشوفها ونروح. اذا عاودت حياتها نشوفها ونروح. ماذا بيا دراري اللي راهي اذا عاودت عاودت حياتها وعندها دراري الاولاد هذوك خاوتك مديشي ما تفرقش العائله على جالي انا. خلاص انا متجوز، انا راني كبير الحمد لله، نعرفش راهي راني راجل الحمد لله، باش الدراري هذوك ما يعاودوش غلطه على جالي انا. نشوفك ولا عاودتي حياتك ربي يهنيك ان شاء الله وربي يفرحك في حياتك. وهي راهي موجوده.